سيارة من هذا؟ هذه سيارتك الهدية اللي وعدتك بيها، إن شاء الله تعجبك. هذه سيارتي أنا؟ ايش اقول لك بس شكرا سمير، شكرا.
انت بصراحة تقولي اشياء انا ما افهمها، او انك تتعمدي تقولي كلام صعب علي. ابدا، بس انت اللي خبرتك في الحياة بعدها بسيطة. يلا بكرة تتعلم كلام اكبر من كذا وتقوله، خاصة اذا تزوجت. اتزوج؟ اي، ليش بتتم على طول كذا عزوبي؟ ولا تبي تفهمني ان ما في وحدة في حياتك؟ طبعا ما في احد في حياتي، عندي بنت عم واعتبرها مثل اختي لان عايشين دائما مع بعض. هو مو شرط يعني انها تكون بنت عمك، ممكن اي وحدة، مثلا بنت الجيران او حتى زميلتك في العمل مثلا. صدقيني ولا وحدة، انا اصلا ما افكر حاليا في الزواج. بس لازم تفكر في هذا الموضوع يا غسان. أنا أوعدك إني بقول لك سميرة، سميرة وبس، بدون أي ألقاب. يكفي إني أنفذ لك رغبتك. ما هذا اللي طلبتي؟ هو صح هذه رغبتي وعلي اللي طلبتها، بس أنا أقول علشان يعني نكون متساويين خارج العمل. أنا بصراحة أول ما طلبت مني هالطلب حسيته صعب على نفسي. طلبت مهلة بيني وبين نفسي عشان أنفذ لك طلبك. ومستعد ناخذ لك كل اللي تطلبينه منه. بس اخاف اني اتعبك بطلباتي. انا مستعد انفذ لك كل اللي تطلبيه بسرعه وبدون اي اعتراض. غسالة، على فكره انت مره قلت لي ان ابوك يمر بمشكله وانك انت تبي تساعده. انا كثير عجبني هذا الموقف منك. غسالة، اعتبر مشكلتك انتهت. كيف؟ ممكن ادبر لك سلفيه من البنك، ولا ليش من البنك ممكن اعطيك قرض من الشركه وبكذا تسدد على راحتك وتنتهي المشكله. صحيح يا سميره. صحيح يا غسان. لا على فكره ما قلت لي، انت ما زالت امنيتك قائمه في اقامه معرض لرسوماتك ولا غضيت النظر خلاص؟ وبالنسبه للموضوع فهو قائم، لان هذا حلم حياتي ولازم احققه بالفعل. وانا وعدتك اوقف معك في الموضوع. وانا ما عندي شك في هذا يا سميره، وادري انك ما بتتخلي عني ابدا. بس أنا خايف إن وجودي دائما معك يضايقك. يضايقني؟ بالعكس يا سميرة، هذا شيء يسعدني. أنا دائما أتمنى إنك تكوني قريبة مني، تساعديني وتوقفي معاي. أنت تتمنى إني أكون قريبة منك، بينما أنت يا غسان في بالي من أول يوم شفتك فيها، وحسيت إحنا لازم نكون قريبين من بعض وبشكل أكبر وعلى طول. يا غسان، احنا دائما نشوف بعض ودائما موجودين مع بعض في الشركه. غسان، انا ما قصدت ان مساله خروجنا وطلوعنا او حتى تواجدنا بالشركه، انا عندي الموضوع بشكل اكبر، شيء يربطنا مع بعض ونكون على طول مع بعض. ترى شوقتيني، ايش هو هالشيء؟ اعرف انا خايفه لا اجرح شعورك او ازعلك. سميره الله يخليش، ترى كده تخليني اتشتت. قولي ايش هو الشيء اللي يخلينا نكون دائما قريبين مع بعض؟ نتزوج.
أتمنى يا غسان أنه مسقط ما تنسيك أيام البلد. نتزوج غسان، نتزوج، نتزوج، نتزوج. لا يا سمر، لا. الحلم يا غسان، الحلم اللي لازم يتحقق، المستقبل اللي تريده، اللي تسعى له، الحلم. أتمنى يا غسان أنه مسقط ما تنسيك أيام البلد. نتزوج، نتزوج يا غسان، نتزوج، نتزوج. لا، صباح الخير. صباح النور.
ايوه فوزية، وصل غسان؟ بعد ما وصل اعتقد انه يروح المعهد مباشرة. طيب شكرا. Welcome to your second English class. Did you all manage to finish your homework that I said? Yes. Good. Well, if you would like to put it in the basket in the corner when you go out, that would be good. Thank you. Now, this morning we are going to do adverbs, frequency adverbs, and that is a helping word which helps a verb. And the frequency adverbs, we have 7 or 8 of them. Very useful in English language because they describe something that you do occasionally, not very often, never, absolutely not at all. So we'll start this morning with something that you would never ever do, and we would construct a sentence: I never eat spaghetti. أرسان؟ ترى سميرة. نعم فوزية. ترى عبد الحميد الذي يقابلك الحين. وين هو الحين؟ مكتبه. قولي الحين أنا ما فاضية، مشغولة، بتصل فيه بعدين. حاضر، أبلغ. أيوه غسان، أهلاً، أنت وين؟ غسان انت لما الحين زعلان الحين خلاص مسافة السكة وياي. غسان وبعدين معك؟ صار لي أكثر من الساعة منيت وانت ساكت ولا قلت كلمة، رايح جاي وما سمعت إلا سكوتك. أنا بصراحة ما أعرف من وين أبدأ وكيف أبدأ. يا أخي ابدأ من وين ما تريد، بس تكلم قول شيء. البارحة انتقلتي ان لازم نكون قريبين من بعض ونحن محتاجين لبعض. انا معاش في هذا الموضوع رجعت سكت مرة ثانية. انا موافق. موافق على ايش؟ موافق ان نتزوج. بشكل رسمي؟ أيوة، بس أنت ليش مستغربة كذاك؟ بعدين غسان ولد عمي وإحنا مخطوبين تقريبا من يوم وإحنا صغار. وأنا؟ أنت إيش؟ فاطمة صبري شوية، خلينا نتكلم.
ما تقدر تلحقيها لأنها حرة طليقة، ما حد يقدر يوقف في طريقها، لكن الدور والباقي عليك انتي. جهزي نفسك يا زينة البنات، ترى الموعد قرب. طلبت منا نطلع، ومن يوم ما خرجنا ما تكلمتي ولا كلمة. ولا الحين انت اللي غيرت رايك يا سميرة؟ انا ما غيرت رايي، بس انا عندي بعض الشروط قبل لا يتم هذا الزواج. بس قبل لا تقول شروطك، لا تنسي ان انا انسان فقير بمعنى الكلمة، وانت اللي ركبت سالفة الزواج هذا في راسي. غسان، انت ما تحس انك اتخذت قرار سريع في المسألة هذه؟ لا يا سميرة، هذا القرار اتخذناه أنا وإنتي، يعني إحنا الاثنين أصحاب القرار. إنتي كانت عندك الفكرة وأنا اللي علي أنفذه بس. اسمع يا غسان، قبل لا يتم التنفيذ لازم تسمع شروطي. إنت الحين شكلك تغير قبل ما تسمع الشروط، كيف عاد لو سمعتها؟ تفضلي قولي شروطك أنا أسمع. اللي يصير بيننا ما مفروض حد يعرفه. كيف يعني؟ يعني زواجنا لازم يكون بالسر. بالسر؟ اي نعم. زين، إلى متى؟ إلى ما شاء الله. أعتقد أن شرطي مرفوض. لا. يعني موافق؟ لا. يعني إيش؟ يعني ما أعرف. أنا سبق وقلت لك ما في شيء اسمه ما أعرف، لازم تحدد إجاباتك. بعدين يا غسان لا تنسى أن مستقبلك معاي أنا، وعلشان مستقبلك دائما يضحك لك فلا بد أن إحنا نكون قريبين من بعض، فما في أقرب من أن إحنا نتزوج بالسر. يعني في الوقت الحالي أنت تعرف الناس ونظرتهم وأولادي، إن شاء الله بنلاقي حل لهذا الموضوع. زين، وإلى متى بيظل الموضوع سر؟ أكيد بيجي يوم وينكشف. من جانبي أنا أطمن ما رح ينكشف، وبعدين حتى لو انكشف أنا ما قاعد أسوي شيء غلط، فالباقي عليك أنت، من جانبك أنت لازم نتفق. كيف يعني؟ يعني لازم تكتم خبر زواجنا. والشيء الثاني، أنا ما أقدر أعيش معك على طول في الفيلا، لا تنسى عندي بيت وأولاد، فمن الأفضل أني أنا أقسم وقتي بينك وبين أولادي. الزمن يمشي بالمقلوب. يا غسان، انت خلي عنك الزمان وكيف يمشي بالمقلوب، انت لا تنسى ان ظروفنا هي اللي تحتم علينا نسوي كذا. بعدين انا ما كملت كلامي. ليش، في شيء ثاني تبي تقوليه بعد؟ اي نعم، بالنسبه لاصدقائك انا افضل يعني انهم ما يجون يزورونك في اثناء تواجدي معك في الفيلا، ويا ليت بعد بالمره ما يجون يزورونك يكون افضل. بالنسبه للاشياء الثانيه نتفق عليها بعد الزواج. ها، ايش قلت؟ موافق. زاهي على هذا الوجه الجميل يكون حزين كذاك يا بنت؟ ترى هالدنيا ما تستاهل، والشي اللي تفكري فيه بعد يمكن ما يسوى. يعني يا عمي غسان ما يسوى؟
وانت هاي اللي شاغل لك بالك وتعتقدي انه هو يستاهلك؟ انا يا عمي ما قصدت اقول غسان، بس يعني اقصد اقول لك اذا انت ما قلتي عيونك قالت. وبعدين هذا الموضوع ما في شيء يا بنتي، انت ما شاء الله صغيره وحلوه والف من يتمناك، ومن حقك تتزوج اللي تريديه، واختيارك لغسان ما غلط. نعم ما غلط، والنعم فيه وفي ابوه وفي عمه، وانا مستعد اساعدك واوقف معك بعد. صحيح يا عمي. نعم، واذا تبغين اخطب لك اياه انا ما عندي مانع. انا اسرك ام فاطمه عندي وحده، انت بس. مبروك يا غسان. انت بعد مبروك يا سميرة. الله يبارك في حياتك. ما راح تمل من تواجدنا مع بعض؟ ابدا يا سميرة ابدا. يعني ما ندمان على هذا الزواج؟ ليش اندم؟ طالما انت معاي انا ما راح اندم على طول. هذا الكلام من قلبك ولا جاء مني؟ ما في حد يجامل على حساب حياته يا حياتي. لا صرت تقول كلام حلو بعد. من اللي علمني الكلام الحلو غيرك انت؟ لا والله يا خالتي، هي ما قالت لي رايحة. لا هي ما موجودة في الشركة ولا فاتحة تليفون النقال. صار لي كم يوم ما قادرة أحصلها. المهم بلغيها تكلمني أول ما توصل، قولي لها إني أريدها ضروري. طيب خليها تتصل بي. تصبحي على خير. حلوة سرحانة، في ايش تفكر؟ لا لا ما في شيء. في اقتراحين اثنين، يا توافقي عليهم هما الاثنين يا بلاش منهم هما الاثنين. ايش هم؟ اولا نطلع برا نتعشى علشان نغير جو. والثاني نسافر بكرة علشان نقضي احلى واجمل شهر عسل في حياتنا كلها. ايش رايك؟ ايش كل هذا؟ كل هذه هدايا علشانك بهذه المناسبة السعيدة. ما قلت لك ان الزمن يمشي بالمقلوب؟ كان المفروض انا اجيب كل هذه الهدايا بهذه المناسبة، ما انتهي. لا لا أنا هذه الكلمة ما أريد أسمعها مرة ثانية منك. أنت أي شيء تريده يا غسان رح يتنفذ على طول ومباشرة. على الحظ السعيد.
تفضلي غسان، هذه هدية مني لك علشان ما تحتاج مرة ثانية شيء ولا تقعد تقول لي لكن. إيه بس هذا كثير يا سمير. مو كثير عليك، ومثل ما قلت لك ما أريدك تحتاج شيء أبدا، وهذا قليل من كثير جاي في الطريق. هذه أسعد لحظات حياتي يا سمير. ولا فرحت رح يزور اهدي حاجة ما كانش واحد يشتاها ابدا. يا خسارتي السيرة الحلوة. ايوه قول يا خسارتك يا سالم، هو منها بقت مقطوعة وملهاش اهل؟ زومت احمد يضحك عليها ويعمل كده. ملهاش اهل ازاي؟ واهل البلد كلهم يروحوا فين؟ بلديات. يا ترى ايش السالفة؟ ايش اللي يخلي امي تتأخر لهذا الوقت؟ هذه اول مرة تسويها، يعني لا اتصلت ولا شيء، ولا قالت هي وين رايحة. بعدين كثرت هذه التأخيراتها على الغداء والعشاء. معقولة؟ معقولة كل هذا الشغل؟ الحمد لله على السلامة. وين كنت لحد الحين؟ أقول لك أمي وين؟ أمي؟ أمي لحد الحين ما واصلة. الحمد لله رب العالمين. أمين؟ أمين تعال أريد أكلمك. إيش هذا اليوم؟ إيش اللي جالس يصير؟ أمين؟ أمين؟ أمين افتح الباب أريد أتكلم معاك شوي. افتح. أوه خلي كلامك بكرة. أنا تعبان وأريد أنام، بعدين لازم عندي دوام بكرة الصباح. ما؟ هلا حبيبتي منى، ليش متأخرة للحين ونايمة الوقت متأخر؟ ما كيف تريديني أنام؟ وأنت اليوم من الصبح طالعة وما اتصلتي فينا؟ وحتى ما اطمنتي علينا وجهازك النقال كله مسكر. كان من الصبح الاجتماع مهم وتعرفين انا لما اكون في المكتب اسك الموبايل لا يزعجني. منى حبيبتي بقول لك شغله، ابيك من اليوم رايح انت واخوك امين تقدروا ظروفي، لان عندي شويه اجتماعات في المكتب وخارج المكتب فربما اتاخر، يعني ما علي هونوا علي يومين. امين صاحي؟ أمين توه وصل ودش غرفته وصك الباب على نفسه. يا حليلة حد اتصل فيني؟ ايه خالتي إيمان اتصلت. يا حليلة بس لو اتصل فيها الحين لا أكيد نايمة. إيش رأيك أروح لها بكرة؟ أزورها حسن في البيت. طيب ما أنت بخير؟ ايه بخير حبيبتي، شوي تعبانة أبي أرتاح. طيب ما صباح الخير. ما؟ ايه حبيبتي صباح على خير. ايش فيهم اليوم؟ يو يو
مكان يرجع تقول ليت اللي صار واللي صار مكان المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان.